إن شاء الله. نتكلم أكتر بقى عن البطولة لحد يعني تنظيمها لحد دلوقتي، كواليسها مع الكابتن حسين لبيب مدير هذه البطولة العالمية. أهلا بيك يا كابتن، ألف ألف مبروك على التنظيم، ألف ألف مبروك على حتى النظام، ويعني الدنيا ماشية الحقيقة بشكل جيد جدا، أكثر من رائع. أفتكر يعني كل الناس القائمين والمسؤولين على هذه البطولة بيعملوا شغل يعني ما بتناموش الليل، حاسة كده يعني. الله يخليكي ويكرمك كابتن، ألف خيرك وسلام لحضرتك والكابتن هاني رامز. منور معانا في البيت الكبير. الله يخليكي يا فندم. كلمنا يا فندم أكتر عن الكواليس، التنظيم لحد دلوقتي، إيه اللي يعني بيدور خلف يعني خلف البطولة اللي إحنا مش عارفينه وحضرتك تعرفه لنا النهاردة؟ طيب خليني أقول برضه، مع كل الناس خلاص بقى عرفت نظام الفقاعة والفقاعة طبعًا. انما هيعيش معانا شويه حلوين، هيعيش معانا. من الحاجات اللي نفسي برضو كنت اقولها ويمكن اول مره اقولها، ان النهارده احنا تقريبا في 1800 شخص تقريبا من خارج البلاد جم ما بين اللاعبين للدول المشتركه. يعني احنا عندنا اكثر من دوله، يعني لغايه النهارده احنا بنستقبل لاعبين جدد. في بعض اللاعبين بيبقى يا اما اتعور يا اما مثلا مش مظبوط، والاتحاد الدولي سامح بعدد اكبر من اللاعبين في هذه البطوله الاستثنائيه. فبالتالي الى الان احنا تقريبا وصلنا 1800 شخص من خارج البلاد، وانا في رايي ان دي في ظل هذه الظروف دي بتدي دفعه قويه جدا، سواء بالنسبه للسياحه والاقتصاد بتاع بلدنا الجميله مصر. دي أول حاجة. نمرة اتنين، إن في من الحاجات اللي الناس كلها مش حاسة بيها اللوجيستكس ورا النجاح هذا، إذا كان في نجاح الحمد لله إلى الآن بشهادة كل الوفود الخارجية. الولاد هنا، ما بقول ولاد، أنا أكبر سنا منهم، إنما أنا معايا مجموعة من الشباب ومن الخبراء، يعني نقدر حوالي اللجنة المنظمة تقريبا دلوقتي في حدود برضه 1800 ل 2000 شخص، لان احنا عندنا ناس بتبقى جوه البابل او جوه الفقاعه وناس خارج الفقاعه. يعني دي من البطولات فعلا اللي هي محطوط لها منظومه غير اي بطوله اخرى خالص، لان مثلا النهارده حتى التي ال اوز اللي هم التيم ليدرز بتوع الفرق بيبقى مع الفريق جوه معاه في الفندق. طب مين اللي بيخدم معاه بقى بره لو عايزين اي حاجه من بره، مثلا زي مثلا كروت شحن تليفونات او حاجه اللاعبين الاجانب عايزين يشتروها او حاجه، فعاملين لهم تيم بره خارج الفنادق هم اللي بيتواصلوا وبيروحوا يسيبوا الحاجات دي، بتبقى معقمه على باب الفنادق والله. دول يا فندم متطوعين، يعني مجموعه من الشباب المتطوع. طبعا حلو ده. 18 ل 24 25 سنه، مجموعه من الشباب الصاعد الواعد، يعني زي ما بنقول كده فخر لكل المصريين. طبعا لو حضراتكم مثلا شفتوا الوفود هنا، لا الوفود مبسوطه جدا، يعني مثلا اللي ماسكين الاقامه والانتقالات عندنا يعني بقياده الكابتن ممدوح الششاوي، يعني فعلا عاملين حاجه، يعني انا نفسي فخور بيها بجد. يعني وده يا فندم، ده احنا كمان لامسينه يا فندم، عدم قاطع كلام حضرتك، ده لامسينه من خلال ردود افعال الصحافه العالميه، من خلال الفرق. احنا بنشوف فرق اليابان بتبعت صورها، بنشوف فرق منتخب المانيا مطمنين جدا، يعني حتى الاجراءات الاحترازيه زي ما حضرتك بتقول في كتيبه كبيره جدا جدا بتقوم بيها من شباب متطوع، من طبعا الاستاذ ممدوح الششتاوي، من القامات الكبيره جدا، بيقوم بمجهود اكتر من رائع، حضرتك بتقوم بمجهود كبير جدا. فكل دوت يعني باين وواضح حتى للمجموعه الموجوده او الفرق الموجوده، وكمان على مستوى الدولي من خلال الصحف العالميه، من خلال متابعتنا كمان للتنظيم الرائع اللي لغايه دلوقتي موجود على ارض بلدنا مصر. يعني مظبوط يا فندم، وطبعا مش عايز انسى بقى دور الدوله نفسها. طبعا بدافع من السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الوزراء هو رئيس اللجنه العليا، ومعاه مجموعه من الوزراء تقريبا 18 وزير. بجد يعني انا فخور ان انا مصري، انا يعني ما حدش يتخيل ان في بلد كانت تستطيع انها تدخل هذا التحدي، والحمد لله الى الان بلد ناجحه فيه بجميع قياداتها، بجميع وزرائها، بجميع الناس، يعني منظومه متكامله. يعني الواحد فخور ان هو بيشتغل معاهم كلهم بجد. يعني انا
اللجنه المنظمه دي انا فخور ان بشتغل مع كل فرد فيهم، سواء اللي عنده 20 سنه 21 بيتفانوا في العمل 24 ساعه شغالين والله لغايه 2 الصبح و3 الصبح. الناس في غرفه العمليات بشكر برضه هيئه بناء القاهره الجوي، الداخليه قايمه بدور رهيب طبعا، وزاره الصحه قايمه بدور رهيب. لا يعني الواحد حاسس ان دي منظومه بجد حلوه، يعني عارف لما بتبقى كابتن هان وانت يعني لعيب زي ما بيقولوا اسطوره من الاساطير، يعني انا عمري ما شفت منظومه متكامله يا فندم، منظومه متكامله. والله يعني صحيح بجد، وبجد مش بقول كده مايس، لا بجد اعني كل كلمه بقولها، وبشكر كل الزملاء اللي معايا وكل الاجهزه. لا يعني الواحد مبسوط مبسوط، وربنا يكملنا. بس ده ما هو ان شاء الله على مستوى التنظيم الهائل اللي حضرتك بتتكلم عليه كمان، ولازم ان شاء الله يكون في نجاح على المستوى الفني اللي شفنا النهارده. يعني واعرف راي حضرتك في المباراه الرائعه اللي قدمها المنتخب المصري امام الاتحاد الروسي النهارده، والفوز بنتيجه 28-23، واثرها على كمان العامل المعنوي لحضراتكم، وكمان بيطمنوا الشعب المصري ان احنا ان شاء الله على الطريق الصحيح. يعني خليني اقول ان انت عارف بقى احنا يعني انا كلاعب عمري ما احب اجيب سيره ولا حكام ولا حاجه ابدا. انا بقول ان احنا فرقتنا خسرت ماتش السويد. احنا مش السويد كسبت، يعني احنا كان عندنا بعض الاخطاء لان ماليش دعوه بالحكام، الحكام صحيح قصه ما احبش اتكلم فيها خالص. واللي قدرنا نوصله للاعبتنا يا جماعه ما فيش حاجه اسمها حكام، ما فيش حاجه اسمها في ملعب، الملعب لازم تنزل تكسب. صحيح احنا كان عندنا اخطاء، بعض الاخطاء سواء من ناحيه المدرب او من ناحيه البلاد نفسهم، وركزنا على الحكايه دي. وبل بالعكس الاتحاد المصري برجالته كلهم برضو قعدوا مع اللاعبين وطلعوهم من الكبوه اللي هي حصلت، ويمكن ده كان واضح النهارده في اداء الفريق المصري واداء المدرب. المدرب عمل فيري جود جيم النهارده ككوتشنج، عمل جيم كويس جدا، اللاعبين كانوا متميزين وقدروا وفكوا مثلا في 4-5 دقائق بس لحقوا نفسهم. اللي مش غير ماتش سويت، فالحمد لله. يعني انا شايف ان شاء الله لو كملنا على كده لا ان شاء الله يبقى في حاجه، وما ننساش ان روسيا دي من البلاد المتقدمه جدا في كره اليد. صحيح احنا يعني الاتحاد الروسي، بس هم اسمهم الاتحاد الروسي عشان عندهم بانشمنت من شويه عقوبات. فعلا انما هم اصلا يعني فرقه روسيا، يعني فرقه ثقيله في مجال كره اليد. اكيد اكيد اللي حضرتك طبعا كنت بتقول مش عايزين نتطرق ليه، وفكره التحكيم وان المنتخب اتظلم في اخر مباراه عشان ضربه الجزاء اللي اتحسبت للفريق المنافس وما كانتش اصلا برضو ضربه جزاء، صح؟ طيب هو ده طبعا دي اكتر من حاجه، بس يعني زي ما بنقول احنا بايدينا بنكسب، ده اللي اتعودنا عليه بس كده. صحيح بالظبط كده، احنا بايدينا بنكسب، ده المفروض اللي افهمه في الرياضه. الرياضه مكسب وخساره، انا بايدي اكسب او بايدي اخسر. ليه بقول كده سيد حسين؟ لانه عشان برضو اللي ما تابعش قوي واللي مهتم جدا بالمنتخب، بس فكره ايه يعني اغلب المصريين او اللي مش متابعين اللعبه بيتابعوا النتيجه، بيتابعوا الماتش النهارده الساعه كام، طب عملنا ايه؟ فعشان نوضح اكتر للناس او اللي بيشوفوا البطوله اللي مش بيشوف يعني مش بيتابع بشكل كبير، المنتخب فين؟ واقف فين؟ ايه مشاكل؟ لان دايما طبعا انت حضرتك عارف انه اكتر يعني الفوكس دايما بيكون على كره القدم بطبيعه الحال يعني. الحمد لله بنقول ان البطوله دي ان شاء الله من المكاسب اللي ان شاء الله ربنا يكرمنا بيها، ان هيبقى فعلا يعني زي ما احنا عرفنا ان كره اليد هي اللعبه الشعبيه الثانيه، بس انا متاكد ان شاء الله وربنا يكرم اللاعبين كده ويؤدوا اداء ممتاز زي النهارده، هيخلي الفرق كبير بيننا وبين اللعبه الثانيه، لان كره القدم ما فيش مقارنه بقى. بعد البطوله دي يا كابتن بعد البطوله يعني دي اكيد. بص يا كابتن، يعني كابتن انا بتكلم مع حضرتك، حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، التحكيم واللعيبه لازم تنسى موضوع التحكيم ده نهائي، لكن انا كمان في اعتقادي ان يعني كان من الافضل ان احنا نخسر مباراه السويد عشان اللعيبه تفوق شويه، يعني
بيبقى في دايما كده ضربات صغيره بتحصل يمكن في الدور الاول احسن ما بتحصل في الدور النهائي او قبل النهائي. فاعتقادي ان مباراه السويد وان احنا اتغلبنا بفرق هدف مع جدل تحكيمي شويه، ده كان ليه اثر ايجابي جدا جدا على اللعيبه النهارده والجهاز الفني ان هم يبداوا يصححوا من اوضاعهم ويبداوا يركزوا اكتر في البطوله يا فندم. مظبوط يا كابتن، مليون في الميه صح راي حضرتك، مليون في الميه. وطبعا المشوار لسه طويل، واعتقد كمان لسه الاصعب جاي، عندنا المباراه اللي جايه مباراه بيلاروسيا، لكن سلوفينيا اللي بتعمل اداء اكتر من رائع من طبعا من دوري المجموعات ولغايه دلوقتي بتقدم اداء اكتر من رائع، بتدل كمان ان احنا لسه عندنا مباراه صعبه امام المنتخب السلوفيني، لكن كان مهم جدا الفوز النهارده يا فندم. مظبوط، وفي نفس الوقت بيلاروسيا مش فرقه ضعيفه، بيلاروسيا فرقه قويه، ويمكن كانت عامله سكور كويس يعني لغايه لما سبت المباراه. انا جيت برضه اكمل الشغل دلوقتي، سبت المباراه كانوا فرق 5 اهداف لبيلاروسيا، بس ما اعرفش النتيجه دلوقتي ايه، انما يعني زي ما بنقول برضه يا كابتن هاني ان احنا المباراه مباراه، بمعنى انا ما عنديش حاجه دلوقتي في ذهن اللاعبين ولا حاجه ولا بنوصلهم فرقه إيه؟ المباراه قادمه بيلاروسيا، نعدي بمباراه قادمه نبص على اللي بعديه، هو ده المباراه بالمباراه بالظبط كده. احنا بنشكرك جدا جدا كابتن حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد.